تسديد كرة على العارضة من اللاعب توفيق بكات، كرة على العارضة تعود من جديد لنادي نادي ساقيت زيد، هجمة سريعة تسديد زبير سي، سوء تصدي محمد علي منصور، تعود الكرة إلى تونس لنادي ساقيت زيد. زوج دقائق ونصف لعب إلى حد الآن لم نشاهد أي هدف، النتيجة ما زالت على سيحة حالها 0-0. اختار الطريق نادي ساقيت زيد، كرة وائل وطيبة قدم كرة زبير السيس، الكرة للجناح والتصدي من محمد علي منصور، محمد علي منصور يتصدى للكرة الثانية على التوالي، تعود الكرة لنادي كرة اليد بقصور سافي سريعة أمير عبدلي، توفيق بكار يتقدم من 7 نقاط، عزمي حمودة في مواجهة الحارس محمد علي بن منصور يسدد ويتعلق محمد، يتحلق محمد علي بن منصور وتعود الكرة لنادي كرة اليد بقصور. الكرة 7 أمتار، 7 أمتار ليسرى الحمودي ساقيت الزيت، 7 أمتار في مواجهة الحارس محمد علي بن منصور مرة أخرى، يسدد اللاعب في انتظار ويتعلق محمد علي بن منصور يسد الكرة، كرة الدور بين اللاعبين زبير السيس، زبير السيس يرجع وائل مطيب عشان تشوف شو مشان وائل، وائل يسدد محمد علي بن منصور، محمد علي بن منصور يتقدم يتألق مرة أخرى أمام اللاعب وائل مطيبة وترجع الكرة لصالح نادي كرة يد بقصور سيف عن طريق الجناح، الجناح وخطأ 9 أمتار، ترجع الكرة من جديد سدد لكن محمد علي بن منصور مرة أخرى، محمد علي بن منصور يتصدى الكرة مرة أخرى وتعود الكرة لصالح نادي كرة يد بقصور سيف لحد 15 دقيقة لا هذه الكرة من جديد زبير السيس تاسمين يتواغل تاسمين وخطأ ب7 أمتار لصالح نادي ساقيت الزيت، يخلي اللاعب الكرة لزبير السيس تاسمين يسدد بالعرض عن طريق المنصور وخطأ ب7 أمتار لصالح نادي ساقيت الزيت، ضربة 7 أمتار لصالح تعود الكرة من جديد زبير السيس، زبير السيس إلى الجناح كرة الجناح لكن هدف، نشوفوا اللاعبين المركات الشتوي لنادي ساقيت الزيت، قدم وائل مطيبة، وائل مطيبة يسدد الحارس محمد علي بن منصور ترجع الكرة مرة أخرى، وائل مطيبة يتصدى مرة أخرى، يتصدى محمد علي بن منصور تصدي ولا أروع مرة أخرى زوج مرات على بعضهم أمام اللاعب وائل مطيبة، المدرب يطلب من اللاعبين التريض، تريض لاعبي نادي كرة اليد بقصور سيف، دخول للاعب عمر العيادي مكان ابن ميدان في التنسيق، ودخول الحارس مجد حمزه واكتمال نصاب نادي ساقيت الزيت، وائل مطيبه حاول يتقدم زبير السيس يسدد والحارس محمد علي بن منصور يتألق امام وائل مطيبه مره اخرى وترجع الكره لصالح نادي كرة اليد بقصور سيف، ترجع امكانيه لاعب رضوان هنا ترجع الكره مره اخرى نادي ساقيت الزيت، وائل مطيبة يتقدم، وائل مطيبة يمر والحارس لكن خطأ 9 أمتار مرة أخرى لصالح نادي ساقيت الزيت، خطأ 9 مشي بالكرة لكن الحكم يقول لا مواصلة اللعب، ترجع مرة أخرى عزمي حمودة، زبير السيس، زبير السيس يسدد محمد علي منصور في المكان، محمد علي منصور في المكان والإعلان على إيقاف اللعب في انتظار أنه دقيقتين ودخول الإسعافات الأولية إلى الحارس في انتظار قرار الحكم واقصاء بدقيقتين، يتقدم زبير السيس كرة والخطا، خطا وترجع الكرة مرة أخرى لكرة اليد بقصور سيف وهجمة سريعة لعب إبراهيم إبراهيم والهدف رقم 20-16 ترجع كرة وائل مطيبة ياسميوي عزمي حمود ياسميوي زبير السيس كرة إلى الجناح ولكن يتصدى يتصدى الحارس محمد علي حمودة بعد رفع الكرة من اللاعب رقم 21 ووقت مستقطع للاعب للمدرب عفوا ياسين عبيد عزمي حمودة مرة أخرى في التنسيق، عزمي حمودة اللاعب تاسمي زبير السيس تاسمي يسدد من بعيد والحارس مرة أخرى، الحارس مرة أخرى ودخول في المنطقة ترجع الكرة لصالح نادي كرة اليد بقصور سيف، ترجع الكرة مرة أخرى
مباراة قبل دقيقة ونصف على نهاية المباراة، كرة لصالح نادي ساقيت زيت ونتيجة تشير إلى 22-19. صالح نادي ساقيت زيت يتقدم. عزمي حمود هو الحارس، محمد علي بن منصور هجمة، غدوان هميل مرة أخرى، ماجد حمد.